السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث. والبداية من تطورات الوضع في فلسطين، حيث أعلنت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أن تل أبيب أبلغت مصر بوقف محادثات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بينما أطلقت المقاومة الفلسطينية عددا من القذائف الصاروخية من جنوب القطاع وشماله على أهداف عدة منها القدس المحتلة. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن قصف القدس المحتلة رسالة مهمة على الجميع فهمها، فما يجري ليس بمعزل عن غزة. وأظهرت فيديوهات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق هروب عدد من المستوطنين الحريدين من انطلاق صافرات أو مع انطلاق صافرات الإنذار في المدينة المقدسة. ويأتي هذا بينما اغتالت إسرائيل قياديا عسكريا خامسا بالمقاومة في قطاع غزة مساء أمس الخميس، قائلة إنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي. وذكر الجيش الإسرائيلي إن 803 صواريخ أطلقت من قطاع غزة خلال هذه الجولة، وأضاف أن 620 منها اجتازت الحدود، وأنه تم اعتراض 179 منها. وفي سياق متصل، تظاهر مئات الأردنيين في العاصمة عمان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال. وانطلقت المسيرة الشعبية من مسجد المدارس في مخيم الوحدات بالعاصمة الأردنية عمان، حيث رفع المتظاهرون شعارات داعمة لغزة ومتضامنة مع أهلها ومناصرة للمقاومة. وقبل أن نبدأ بالحوار والنقاش مشاهدينا، نتابع معكم حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته الثلاثاء الماضي. للحديث أكثر حول مستجدات العدوان في يومه الرابع على قطاع غزة، معنا هنا في الاستوديو الأستاذ صادق أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا أيضا الأستاذ سليمان بشارات المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي. أرحب بكم ضيفي الكريمين. لو بدأت معك هنا في الاستوديو أستاذ صادق أبو عامر، كيف تقرأ مسارات العدوان ونحن ندخل في يومه الرابع؟ بداية ونترحم على شهدائنا الأبطال المدنيين والأطفال والنساء، وأيضا القادة الكبار الذين اختلتهم الأيدي الغادرة الصهيونية، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا، وإن شاء الله يعني أمنياتنا أن تتجاوز المقاومة الفلسطينية هذه المرحلة العصيبة، والتي بتقديري أنه الاحتلال خطط لهذه المعركة مسبقا، بخلاف ما قد يظن البعض أنها معركة سريعة أو معركة تورط فيها الاحتلال أو ما شابه. الاحتلال ربما عنوان الاستفراد بالجهاد الإسلامي لم يكن سوى محاولة لإجبار المقاومة الفلسطينية ككل على رأس حركة حماس للدخول في هذا التصعيد ضمن توقيتات وضمن حسابات أجرها الاحتلال في منذ مدة حتى وصل إلى هذه النقطة. ومن الواضح نحن يعني هذه العملية العسكرية تتدحرج وتتطور باتجاه مزيد من تعميق هذه العملية، مزيد من عنف هذه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، و إعطاء هذه المعركة طابع
أكثر إذا شئنا نقول طابع رمزي بالنسبة للجبهة الداخلية الإسرائيلية ربطا بذكرى ما يسمى الاستقلال الاحتلال وأيضا مسيرة الأعلام في القدس. فإذا نحن نتحدث عن معركة ستطول وستدحرج باتجاه مزيد من العنف ومزيد من القوة، لكن في المقابل يعني حتى الآن أداء المقاومة يعني يحرص بشدة على أن لا تتطور هذه المعركة باتجاه ما يريده الاحتلال من خلال تقليص قدرة الإسرائيل على الرد وإبقاء المعركة معركة استنزاف من خلال عمليات التنقيط. إذا تلاحظون الكثافة النارية بإمكان المقاومة لديها ما تستطيع أن تزعج الاحتلال وتقود مضاجعه بشكل كبير، لكنها يعني بوفق استراتيجية ما عبر قيادة الغرفة المشتركة تسعى إلى تنقيط كما يقال إدارة النيران بشكل يعني يزيد الضغط على الاحتلال على جبهته الداخلية ويوسع وسائط دفاعاته بحيث أنه يجبر على يعني تقليص القدرة الدفاعية في الجبهات المختلفة. كان لافتا، وهنا أنتقل لك أستاذ سليمان بشارات، كان لافتا توسيع مدى إطلاق الصواريخ باتجاه القدس. الصاروخ الذي ذهب باتجاه القدس أو الصواريخ التي ذهبت باتجاه القدس كان لها مدلولات، ماذا تقرأ بها؟ نعم، تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام، والرحمة للشهداء وشفاء العاجز للجرحى، ونتمنى السلامة لأهل قطاع غزة. أنا باعتقادي يعني الأمر هو منذ بداية اللحظة الأولى لهذه المواجهة كان هناك واضح جدا أن التكتيك كان يستخدم من المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية. عندما نتحدث عن 30 ساعة من الصمت في مقابل عمليات الاغتيال كان واضح جدا أن هناك حالة من ضبط الميدان بشكل كبير جدا، هذا من جانب. الجانب الآخر يتعلق في أن المقاومة الفلسطينية ربما استخدمت تكتيكا في طبيعة توزيع الضربات ونوعية الضربات وكذلك تزامنية الضربات في لحظات معينة، وهذا الأمر أنا باعتقادي هو من ضمن عناصر وأوراق القوة التي استطاعت المقاومة الفلسطينية في هذه الجولة التحكم بها. وربما ما جرى اليوم بالتحديد فيما يتعلق بضرب مدينة القدس هو أنا باعتقادي هناك مجموعة من الرسائل، جزء من هذه الرسائل تتعلق بمعادلة وحدة الساحات، وهذه ربما المقاومة الفلسطينية أرادت أن تثبتها وتعززها فيما يتعلق أن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة هي ضمن أي معادلة مقبلة، وهذا الأمر تم تثبته منذ العام 2021 في معركة سيف القدس، وتريد أن تعزز هذا الشعور للمرحلة المقبلة، لأن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الجولة كان يتحدث عن عملية تفكيك لهذه المعادلة كون الأمر يتعلق باغتيال قادة الجهاد الإسلامي نتيجة قيامهم أو تعزيزهم للمقاومة بالضفة الغربية. الرسالة الأخرى في هذا في هذه المعادلة أنا باعتقادي هي ربما رسالة سياسية، والرسالة السياسية هنا تأتي لحكومة الاحتلال وبالتحديد لبنيامين نتنياهو، أن استمرارية وإطالة أمد المواجهة يمكن أن تفتح عليك مجموعة من التوقعات والاحتمالات التي يمكن أن تجعل الأمر ينعكس سلبا على المعادلة التي أردت الانطلاق منها بهذه المواجهة، وبالتحديد موضوع تحصيل النقاط السياسية الداخلية والميدانية، وبالتالي أنا باعتقادي ربما تكون هذه أحد النقاط الأساسية. وبالتالي أنا باعتقادي كما قلت أن المقاومة الفلسطينية هي الآن تتعامل بوعي أكبر وحنكة أكثر وربما معادلة أكثر من الميدان في تعاملها من مفهوم الفعل ورد الفعل. يعني الأمر خرج عن موضوع الردود التلقائية أو الضربات التلقائية بقدر أن يكون هناك مجموعة من النقاط التي تسعى المقاومة الفلسطينية لتثبيتها ومراكمتها من خلال الجولات المتتالية. نعم أستاذ صادق، الاحتلال أعلن اليوم عن فشل التهدئة، جهود التهدئة، ونتنياهو قال أننا مستمرون، أطلق هذه العبارة. بداية، ماذا يعني فشل جهود التهدئة؟ هل هناك علاقة بين شروط المقاومة؟ هل هناك علاقة بالصاروخ الذي سقط على تل أبيب أمس وأحدث حالة من توازن الصورة كما سماها بعض الإسرائيليين؟
هل موضوع صاروخ القدس اليوم أيضا لعب دورا لربما في 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 ذلك؟ يعني لا أتصور أن إيقاع المعركة هو من حد ما يجبر إسرائيل على إطالة أمد هذا الصراع أو تقصيره بشكل أساسي. يعني هو عامل لكنه ليس العامل الأساسي. العامل الأساسي برأيي هو الوضع الإسرائيلي الداخلي من جهة التركيبة الحكومية أو الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بالإضافة إلى عوامل كما أشرت العامل الإقليمي الذي يعني يحتم على إسرائيل بالذهاب بهذه المعركة أبعد مما يعني كنا نتخيله كفلسطينيين. هو يريد أن يعني يمد مدى زمني لهذا الصراع ويزيد من الدموية هذا الصراع بشكل أو بآخر من خلال حملة الاغتيالات الكبيرة. لكن مع ذلك أنا يعني أرى أن المقاومة حتى الآن تتعامل بحكمة عالية جدا وتوزع الأدوار بين يعني عناصرها وكتائبها وتشكيلاتها المختلفة، وما يتعلق بالمفاجآت التي تحقق المقاومة تضغط على الجبهة الداخلية بلا شك، لكنها ليست هي العامل الحاسم. نحن يهمنا كمحللين وكمتابعين أن ندرك الطبيعة العدوانية لهذا العدو والاحتلالي، وأيضا ندرك أن هذا الاحتلال هو ضمن منظومة دولية وإقليمية. هو لا يجرؤ أن يذهب بمعركة بهذا المستوى الخطير بدون أن يكون هناك شبكة من التحالفات الإقليمية والدولية التي تؤمن له استمرارية هذه المعركة. فيجب أن ننظر أيضا من زاوية إيقاع المعركة لا شك، وأيضا الجبهة الداخلية، وأيضا العوامل المحيطة بالاحتلال وكيان الاحتلال. ومن هنا إفشال التهدئة هو قرار إسرائيل قبل كل شيء، ليست شروط المقاومة. شروط المقاومة شروط عادية جدا، هي وقف الاغتيالات، هي العودة إلى قواعد الاشتباك السابقة، هي الهدوء مقابل هدوء، عمليا هي الهدوء مقابل، لكنه يريد أن يتملص من الحد الأدنى من شروط الأمن. إذن هو يريد أن يحظى بأمن مطلق مقابل أن يحرم سكان القطاع والمقاومة في القطاع من كل شروط ومقومات الأمن إن كان في قطاع غزة. وكما قلت لهذه العملية أهداف أيضا تتعلق بالضفة والقدس، محاولة إبعاد المقاومة في غزة أو تحييدها إذا استطاع عبر القدرة العسكرية أو عن طريق يعني الضغط الاقتصادي الآن، لأنه يتفاقم الوضع الاقتصادي. نعم. إحنا خلال الساعات القادمة راح نكتشف كم الضغوط الاقتصادية التي تواجه سكان القطاع والإدارة الموجودة في غزة، وبالتالي ممكن بهذه الطريقة ممكن أن يفرض صفقة ما مع الوضع في قطاع غزة. هو قد يتصور ذلك، ومن جهة أخرى يتفرغ أكثر للوضع في الضفة الغربية وقطاع وأيضا القدس. عامل آخر دخل على الخط هو التصريحات التي بدأت تظهر من لبنان وبكلام الأمين العام لحزب الله. ربما يعني دخل عنصر جديد على المعادلة، أعتقد أنه هذا مهم جدا إذا يعني كانت هناك الجدية الكاملة عندما تحدث عن أننا لا يمكن أن نترك. نعم، وأننا على تواصل. نعم، ولن نتردد في تقديم المساعدة. هذا يضع قيد على قدرة، لأنه بلا شك كسر المقاومة في غزة معناه مباشرة الذهاب إلى الجبهة الشمالية، وبالتالي مع حزب الله وأيضا مع القوى المختلفة في نعم. سوريا وغيرها. نعم أستاذ سليمان، يعني هل نستطيع أن نقول أن المواجهة طالت أكثر مما رسم وتوقع وخطط الاحتلال؟ وهل نقرأ في التحليل السياسي أنهم لا يريدون الوصول إلى ما قبل مسيرة الأعلام؟ البعض قرأ في سلوك واستراتيجية المقاومة أنها تزحف باتجاه الاقتراب أكثر من موعد 18 من أيار مايو الجاري وهو موعد مسيرة الأعلام. هل يمكن قراءة المسائل بهذا الترابط؟ يعني تسمع السؤال بشكل جيد، لكن يعني مما فهمته بالسؤال وارتباط هذه الحالة في تأثيرها على مسيرة الإعلام أو الإعلام الإسرائيلية في مدينة القدس، أو كيف يمكن أن يعني يكون تأثيراتها. أنا باعتقادي يعني بطبيعة الحال كما قلت أن هناك أحد المحددات الأساسية لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية أنها من أكثر الحكومات يمينية متطرفة، هذا من جانب. الجانب الآخر
هناك ضغوط مورست وتمارس على الحكومة بشكل كبير جدا من داخلها من الأحزاب الدينية المتطرفة وعلى نتنياهو بشكل شخصي، وربما أحد الأهداف والدوافع الأساسية للذهاب إلى هذه الحملة لمحاولة هذه الضغوط حتى يستطيع أن يستكمل نوعا ما مسيرة هذه الحكومة. وبالتالي أنا باعتقادي هذه المواجهة وانعكاسات هذه المواجهة، وهذه أيضا ربما قد تكون من الرسائل التي كانت من ضمن استهداف مدينة القدس المحتلة من قبل المقاومة، أن الأمر فيما يتعلق بالقدس المحتلة وبمسيرة الإعلام بشكل خاص أنا باعتقادي لا يمكن غض الطرف عنها لدى المقاومة الفلسطينية. ولهذا الأساس ولهذا السبب أنا باعتقادي نعم ربما سيكون هناك نوعا ما انعكاسات معينة، إما أن تسعى حكومة الاحتلال إلى تحييد هذه الجزئية أو تتمكن المقاومة الفلسطينية فعليا من ضبط هذه المعادلة والإبقاء عليها والحفاظ عليها. وبالتالي يمكن أن نشهد خلال الأسبوع القادم احتكاكا آخر، سواء احتكاكا فيما يتعلق بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ضد هذه المسيرة، أو إذا استمرت المواجهة قد يكون لها الانعكاس المباشر على هذا الأمر. نعم أستاذ صادق، كيف تقرأ حالة التنسيق الفصائلي بين فصائل المقاومة في غزة؟ غالبية البيانات خرجت باسم الغرفة المشتركة، بالتالي ما هو السلوك الذي يمكن قراءته ما بين الفصائل مجتمعة، مع أن بالواجهة الحديث عن أن الضربات تستهدف الجهاد الإسلامي؟ يعني بلا شك من الواضح أنه تطور كبير في أداء المقاومة على مستوى الخطاب، على مستوى التنسيق، حتى على مستوى إدارة النيران، ونحن لسنا خبراء عسكريين، لكن ما نرى من المراقبين أن أداء المقاومة يتطور بشكل كبير. هناك اقتصاد في إدارة النيران، في اقتصاد في القوى وإظهار القدرات، وهناك أيضا يعني أداء فيما يتعلق بالتخطيط في مسألة التزامن وتوزيع النيران على أكثر من نقطة. يعني القدس لها رمزية خاصة نتكلم عن موضوع مسيرات الأعلام، أيضا مناطق غوجدان اللي هي وسط الاحتلال. بدون أدنى شك ليس هذا كل ما في جعبة المقاومة، لدى المقاومة ما تستطيع أن تكشف عنه الأيام القادمة، لكنها رسائل بلا شك أنها ذات أهمية خاصة، مع بالتزامن أيضا مع ما ظهر أو ما كشف عنه الاحتلال عن قدرة المقاومة على التشويش، على تشويش التكنولوجيا وعلى القبة الحدية، استطاعت من خلاله أيضا المقاومة أن ترسل صواريخ متطورة لأول مرة، إن كان على مستوى القوة النيران أو الرأس الحربي الذي قيل عنه. إذن بما يتعلق بالخطاب على مستوى إدارة النيران، على مستوى التناسق السياسي ما بين الجهاد الإسلامي، الجهاد الإسلامي في المرة الماضية كان من الواضح فيه هناك ارتباك، رغم يمكن كان عدد الصواريخ التي أطلق أكثر بكثير من بالمدة الزمنية إذا حسبنا كنسبة وتناسب، لكن كان الأداء مرتبك نوعا ما. اليوم بفضل هذا التنسيق وهذا التكامل والإدارة التي تشرف عليها الغرفة المشتركة بكل خبراتها من الفصائل وعلى رأسها حركة حماس، بدون أدنى شك حسن بشكل كبير أداء المقاومة. و اليوم حتى الاحتلال يعني بدأ يشعر بقلق وعدم قدرة على توقع كيف تتصرف المقاومة، وهذا النجاح الأساسي. أنا أتصور عندما تستطيع أن تتحرك خارج توقعات العدو أنت هنا أفشلت كثير من المخططات وكثير من التدابير التي يعمل عليها الاحتلال. ولذلك أنا يعني مطمئن إلى حد كبير أن المقاومة قادرة على إدارة هذه المعركة والصمود إلى فترة طويلة، وإن كنت آمل أن تستطيع أن ترسم حدود لهذا الرد، وأن يعني تلقي أكثر، تظهر أكثر مسؤولية العدوان كما بدأ الاحتلال، أن من يصر على رفض وقف العدوان هو الاحتلال وليس شروط المقاومة. يعني هناك بعض الإخوة المتحمسين أو بعض المحللين يريدون أن يظهروا وكأن المقاومة يعني بصلابة المقاومة أنها هي من ترفض شروط الاحتلال، هذا غير صحيح. رواية الفلسطينية يجب أن تكون واضحة وسرديتنا يجب أن تكون محددة بأن هذا الاحتلال هو من بدأ العدوان وهو من يجب أن ينهيها، وأن المقاومة تمارس حق الدفاع عن النفس باستخدام كافة الوسائل. وبالتالي اليوم المقاومة مجبرة على أن
يعني لم يترك خيار أمامنا كفلسطينيين وكمقاومة إلا أن ترد بما تملكه من إمكانات متواضعة، خصوصا مع التخاذل الإقليمي والدولي. يعني حتى حالة الحرد التي نراها من بعض الوسطاء غير مقبولة وغير مفهومة. يعني سمعنا أن الوفد أو الوسيط المصري في لحظة من اللحظات امتنع عن الوساطة أو انسحب من الوساطة. هذا أعتقد تخلي عن المسؤولية. قطاع غزة جزء أساسي ومهم من الأمن القومي المصري وتراث وتقاليد المؤسسات السيادية في مصر. المفروض أنه مثل هذا التوجه غير موجود. وأيضا الساحات الأخرى يجب، أنا أعتقد يعني الضفة الغربية لديها إمكانات هائلة جدا للضغط على الاحتلال جماهيريا وشعبيا بعيدا عن الأمور الأخرى. عن موضوع الضفة الغربية سيد بشارات، يعني الحديث عن وحدة الساحات يستجلب الحديث عن الضفة الغربية. هل وقعنا في إشكالية أن يعني إذا تحركت صواريخ المقاومة في غزة هدأت الحالة والفعل المقاوم في الضفة الغربية؟ هل نحن أمام هذه المعادلة في فلسطين؟ أعتقد يعني الموضوع ليس له علاقة أو يعني لا يمكن توصيفه على 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 معادلة بهذه الشاكلة. الأمر هو مرتبط بأن الحالة الضفي حالة الضفة الغربية بالتحديد أنها تعرضت إلى عملية إنهاك بشكل كامل على مدار 15 عام تقريبا الماضية. عندما نتحدث نحن منذ العام 2005-2006 حتى هذه اللحظة جرى تفكيك بنية كاملة للتنظيمات والأحزاب السياسية والتنظيمات الفلسطينية باعتبارها أنها هي صاحبة المسار الأساسي لتحريك المجتمع. أضف إلى ذلك أن المجتمع الفلسطيني بالضفة الغربية كمؤسسات أيضا مؤسسات المجتمع المدني أيضا تم تحييدها بشكل كبير جدا عن الحالة السياسية وعن العمل السياسي. أضف إلى ذلك مجموعة الأزمات التي تم إدخال المواطنين الفلسطينيين فيها، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وهي لا تقل عن الأزمة الاقتصادية التي تفرض على قطاع غزة من حصار ولكن ربما بشكل آخر أو أشكال وأدوات أخرى. كل هذه أنا باعتقادي كان لها تأثير كبير جدا في إعادة هندسة الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية. لكن في المقابل باعتقادي الحالة الفلسطينية بشكل عام رغم كل ذلك تبقى هي حالة متأصلة فيها البعد الوطني والهوية الوطنية. ودليل ذلك ويعني ما يؤكد هذا الشيء أن عودة العمل النضالي العمل المقاوم في الضفة الغربية منذ العام الماضي ومطلع هذا العام وتدحرج هذا العمل وتحوله إلى نواة ملهمة من مدينة جنين ومخيمها إلى مدينة نابلس والبلدة القديمة ثم إلى محافظة أريحة ثم رام الله والآن طول كرم، وكأننا الآن يعني نعيش حالة إحياء لمفهوم العمل المقاوم. كل هذا الأمر أنا باعتقادي يعني يبقى الضفة الغربية منطقة مهمة جدا في أي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. الآن يعني الأمر هو مرتبط ربما في قضية عدم القدرة على تناغم أو توحيد الموقف الفلسطيني الميداني، يعني أقول أو المقاوم بشكل أساس، هو أولا غياب الأجسام التنظيمية والفصائلية والقنوات الأساسية لهذا لتعزيز هذه الخارطة من جانب. الجانب الآخر التحديات الكبيرة، هناك يعني عدا عن تحدي الاحتلال أيضا هناك تحدي الواقع السياسي في الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية والالتزامات السياسية والاتفاقيات والتعهدات التي هي ربما مفروضة عليها وتجعلها تسير في نسق معين. كل هذه الأمور أنا باعتقادي تبقي المعادلة لا يمكن قراءتها بمفهوم أنه ربما إن تقدمت غزة تراجعت الضفة أو إن تراجعت الضفة تقدمت غزة أو إلى ما ذلك. الآن نتحدث نحن وكأن هناك انكشاف لمسار سياسي، انكشاف لتجارب أخرى. هذه التجارب وهذه المسارات القدرة على عدم تحقيق أمنيات الشارع الفلسطيني بمفهوم الحصول على الحقوق بالمسار السياسي ربما هو جعل الكثير من العمل المقاوم بالضفة الغربية والمجموعات المسلحة تعود وتظهر مرة أخرى رغم كل التحديات الموجودة والتي تفرضها الجغرافيا والواقع الأمني والسياسي والاقتصادي وما إلى ذلك. نعم أستاذ صادق، كان لافتا بالأمس وربما اليوم استخدام الكيان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي منظومة مقلاع داود وهي منظومة متطورة أكثر تطورا من القبة
الحديدية، ماذا يعني ذلك؟ هل نحن أمام حالة من حالات الاعتراف بفشل القبة الحديدية بشكل أو بآخر؟ يعني لا نستطيع أن نقول أن القبة الحديدية فشلت حتى الآن، حتى كل التقرير، حتى بما فيها التقرير الإسرائيلية تتحدث عن نجاح هذه القبة الحديدية، لكن أعتقد المقاومة امتلكت بعض الخبرات في التغلب على القبة الحديدية واستنزافها وتشتيتها إلى حد كبير. أيضا ربما هناك سلاح جديد امتلكته المقاومة استخدمته يتجاوز النوع الصواريخ التكتيكية إلى صواريخ ممكن أن نقول طويلة المدى أو باليستي، لأنه مقلاعه يستخدم للصواريخ اللي من طابع طويل المدى، فربما يعني يستخدم لذلك، وربما يريد أن يختبر أيضا هذا السلاح مع المقاومة من أجل معاركه القادمة. يعني هو يعني يحاول أيضا أن يجعل هذا القتال اليوم أو جولة القتال هذه فرصة لإجراء المناورات واختبار بعض أنواع الأسلحة لدى الاحتلال، وأيضا المقاومة أيضا تختبر أيضا بعض منظومات أسلحتها، وهي طبعا ليس هناك تكافؤ بين قدرات المقاومة اللي هي قوة يعني هي مقاومة شعبية طورت قدراتها بقدرات محلية بالأساس، وهي محاصرة بكل الأحوال وليس لها يعني امتداد إقليمي كما مثلا لدى بعض الجهات الأخرى. ولذلك نحن من الممكن القول أن استخدام هذا السلاح، ربما استخدام المقلاع تحديدا منظومة المقلاع له علاقة باستخدام سلاح جديد من المقاومة، وأيضا اختبار هذه المنظومة في هذه المرحلة. ربما استطاعت المقاومة أن تغافل الاحتلال من خلال تغيير المسافات، لأنه هو مثلا يضع مثلا الدوائر تأمين أو وسائط دفاع تتناسب مع مدى 20 30 40 كيلو على سبيل المثال، عندما استخدمت مدى اعلى من ذلك 80 او 90 كيلو لم يكن يعني مهيئ المجال الجوي الا لاستخدام هذا النوع من السلاح. وهذا طبعا يعني يرجع ونستطيع ان نسال فيه الخبراء العسكريين، لكن هذه ملاحظات المراقب اللي ممكن نتحدث فيها الان في هذه المرحله. نعم أستاذ سليمان، لو أردنا الحديث عن أقرب سيناريو مرتقب هذه الليلة أو غدا أو بعد أيام، برأيك أي السيناريوهات أقرب للحدوث من خلال رسم نهاية لهذا العدوان؟ أنا باعتقادي يعني الساعات القليلة القادمة، يعني ساعات هذه الليلة هي ربما تكون الساعات الحاسمة والتي يمكن أن يبنى عليها السيناريو القادم. هل سنذهب فعلا إلى تهدئة أم الأمر سيتدحرج إلى بشكل أوسع، وربما يكون هناك دخول معايير أو محددات أخرى لهذه المواجهة؟ لكن أنا أميل إلى السيناريو الأول، وهو أن الساعات القادمة ربما تتوج بنهاية هذه الجولة، ربما تكون بتوافق على تهدئة معينة ضمن معايير معينة، وقد يتدخل أو تتدخل القاهرة بشكل من أشكال تخريج هذا الاتفاق، ربما نشهد هذا الأمر، وهذا ربما يعني نابع من أن الاحتلال الإسرائيلي بالتحديد وحكومة بنيامين نتنياهو الأمر مرتبط بالمستقبل السياسي لنتنياهو، نعم. مرتبط أيضا بمستقبل هذه الحكومة، وبالتالي أنا باعتقادي هذا هو ربما السيناريو الأقرب حدوثا لهذا الأمر، كونه الآن يتحدث عن إنجازات فيما يتعلق بالوصول أو باغتيال 5 من قادة الجهاد الإسلامي، وقد يحمل هذا الإنجاز ربما تتويجا له في هذه المرحلة. نعم، هذا فيما يخص القراءة لما هو داخل جغرافيا فلسطين والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. في الخلاصة أو في الختام، نتواصل مع الفعاليات التي تمت وما زالت تتم تفاعلا خارج فلسطين فيما يخص التضامن والحراك والتظاهرات في الحالة العربية، ومعنا من عمان الصحفي حبيب أبو محفوظ ليطلعنا على التظاهرة الكبيرة التي خرجت من مخيم الوحدات. أهلا بك معنا حبيب. حياك الله جهاد. بداية، هل وضعتنا في تفاصيل المسيرة والمكان والزمان؟ اليوم كانت هناك مسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد المدارس في مخيم الوحدات. نعم، حقيقة جهاد ليست مسيرة واحدة، وإنما عدد من المسيرات والفعاليات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم
ربما أبرزها ما حصل في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين، حيث دعت الحركة الإسلامية للخروج في مسيرة جماهيرية حاشدة غاضبة تستهجن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتطالب بدعم المقاومة الفلسطينية على أرض فلسطين تحديدا في قطاع غزة، وتبارك صواريخ المقاومة التي انطلقت من قطاع غزة إلى كافة المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل. في ذات الوقت كان هناك مسيرة أخرى أيضا دعت لها الحركة الإسلامية في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، ومخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين هو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، شارك فيه عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين وكذلك الأردنيين الذين أكدوا على وقوفهم ودعمهم للمقاومة الفلسطينية ضد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما أن هذه الاعتداءات تستهدف الأبرياء وكذلك المدنيين، وباركوا ما قامت به المقاومة الفلسطينية من رد العدوان على قطاع غزة. هذا على المستوى المحلي أو على المستوى الفلسطيني. على المستوى المحلي كان هناك دعوات في الحكومة الأردنية بأن تقطع علاقتها بشكل كامل مع الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة أن هذا الاحتلال يرتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني، وكان هناك دعوات الأردن بإغلاق مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وكذلك أن تتحرك الحكومة الأردنية على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية للضغط على الاحتلال إذن أمام المجتمع الدولي لعقد جلسة للمجتمع الدولي وكذلك لجامعة الدول العربية للتباحث في هذا العدوان على قطاع غزة. وفي ذات الوقت كان هناك مطالبات للأمة العربية والإسلامية للتحرك لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة والذي يتعرض إلى اعتداءات متكررة. نعم. بالمناسبة نعم أسألك عن التناغم الرسمي والشعبي، هل نحن أمام حالة تناغم بين المستوى الرسمي والمستوى الشعبي؟ وأيضا ماذا عن التغطية الإعلامية، الإعلام الأردني سواء كان إعلاما رسميا أو شبه رسمي، وما بين مواقع التواصل والإعلام غير الرسمي، كيف تصفه لنا حبيب؟ يعني بصورة أو بأخرى كنت أريد أن أتحدث عن هذه الجزئية. أنت تعلم جهاد من أن يعني نهر الأردن نهر وصل وليس نهر ما بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والحالة الأردنية تمثل باروميتر التعاطي العربي مع ما يحدث داخل الأراضي المحتلة، الشهداء يرتقون داخل فلسطين المحتلة بعزاء تكون هنا في الأردن، وبالتالي وحدة حال ووحدة مصير. فيما يتعلق بالتفاعل الشعبي أو التناغم الشعبي ما بين الشعبي والرسمي، هناك يعني وحدة واحدة، يعني لا يستطيع أو لا يختلف اثنان هنا في الأردن سواء كان برلماني سياسي رسمي شعبي حزبي نقابي، كلهم يدعمون المقاومة الفلسطينية، كلهم يدعمون الشعب الفلسطيني، وكلهم ضد أي اعتداءات صهيونية سواء على المسجد الأقصى المبارك أو على قطاع غزة. وبالتالي هذه الدعوات متكررة سواء من الحكومة الأردنية، على سبيل المثال يوم أمس وزير الخارجية الأردني قال من أن عملية السلام أو حل الدولتين أصبح في حكم المنتهي، وطالب بوقف الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة بصورة فورية. وكذلك هذا الموقف مثل كان في هذه المسيرات والفعاليات. نعم. أقصد الطلبات بأن تتوقف هذه الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. نفس الشيء بالنسبة للبرلمان. أما فيما يتعلق بالإعلام، أنا تابعت الإعلام الأردني سواء كان على عبر الفضائيات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الأردنية المحلية. حقيقة هناك وكأنه في حالة تركز، الكل ينظر إلى المسألة وكأن الحرب ستنتهي خلال الساعات القادمة، وبالتالي التفاعل ضعيف نوعا ما، ويقتصر فقط على تناقل الأحداث الأخبار التي تجري داخل الأراضي المحتلة. لكن في الساعات الأخيرة فيما يتعلق باستهداف قيادات صغيرة والحديث أن حركة حماس، وهذا بالإعلام العبري بالمناسبة، إذا استمر هذا العدوان على قطاع غزة فإنها ستدخل في هذه المواجهة جنبا إلى جنب على الجهاد الإسلامي، هذا أعطى شيء من الزخم في هذه العملية، عملية ثأر الأحرار. من خلال التفاعل الإعلامي أصبح أكثر من ذي قبل، خاصة مع ازدياد عدد الشهداء داخل قطاع غزة وازدياد عدد المصابين أيضا. نعم. الجانب الإسرائيلي. كل الشكر
لك الصحفي الأردني حبيب أبو محفوظ على هذه الإفادة للمسيرات التي انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة تضامنا مع الحالة الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. كل الشكر لك حبيب أبو محفوظ، كنت معنا من عمان، والشكر أيضا لضيوفي هنا في الاستوديو الأستاذ صادق أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي، ولك أيضا أستاذ سليمان بشارات المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي.